في بلد 70 مليون إنسان، في بلد 70 مليون إنسان وثمانين مليون إنسان، يحتشد مليونان منهم في مسيرة احتجاجية يعد حدثاً ضخماً وصوتاً شعبياً واسعاً، ومطلبه مطلباً شعبياً لا يمكن أن يهمل أو يتجاوز. في البحرين تتواصل المسيرات لمدة سنتين إلا أياما، لمدة سنتين إلا أياما، وكان أن بلغ بعضها في الحشد الواحد ثلث الشعب أو ما يزيد. ورد الفعل من جانب السلطة هو الإهمال وتقليل الشأن والإمعان في العقوبة وزيادة مستوى الضغوط بكل أنواعها المؤلمة. والمسيرات المصحوبة بالعنف في مصر تصل إلى قصر الرئاسة وتستهدف إزالة الباب الرئيسي له، ويسقط في المواجهة الساخنة قتيل واحد في الحال، ثم يرتفع العدد إلى 3، فيحدث ذلك استنكاراً واسعاً، والمعارضة تصر على القصاص وتحمل الرئيس المسؤولية السياسية. وفي البحرين يسقط الشهيد والشهيدان في مسيرة سلمية وفي شارع جانبي أو في قرية من القرى، ويضيع دم عشرات الشهداء ولكأنهم لا شيء. هذا ولم تتسم المظاهرات في أي بلد عربي في طابعها العام بدرجة من السلمية كمثل ما اتسمت بذلك في البحرين، وهي مفخرة من مفاخر الحراك الشعبي فيها، وينبغي أن يستمر هذا الحراك محتفظاً بهذه المفخرة. وكم من المسيرات الصاخبة في الأردن والمطالبة بالإصلاح والتغيير، والتي لم يسقط فيها قتلى على ما مر في البحرين من تساقط الضحايا. ولكون الأزمة السياسية والحقوقية طرفاها الحقيقيان هما السلطة والشارع الجماهيري العريض من رجال ونساء هذا الشعب ونساء هذا الشعب، فلو كان هناك حوار حقيقي جاد فإنما طرفاه في الحقيقة هما السلطة وهذا الشارع العريض الذي لا يمكن أن يهمل. وإذا حاور الحكومة أي محاور يتبنى المطالب الشعبية في الحوار، فلا بد للنتائج التي ينتهى إليها حتى تلزم الشعب من موافقته عليها. أما كل من يتبنى وجهة النظر الرسمية في الحوار ويدافع عنها، وخاصة إذا كان من تعيينها، فهو جزء من الطرف الحكومي فيه، ولا يمكن أن يحسب على الشعب بحال من الأحوال. ليس في عقل ولا منطق ولا عرف أن يعين الخصم من يمثل خصمه في أي حوار كبر شأنه أو صغر. فنحن في النتيجة أمام حوار نسبة التمثيل فيه لوجهة نظر الحكومة حوالي 1/3 وللمعارضة 1/3، والنتيجة محسومة سلفاً لو كان اتخاذ القرار بالأغلبية. وإذا كانت النتيجة ستعتمد على التوافق، فهو صعب جداً في هذه الصورة، ولا يمكن أن تتساوى الفرصة في بيان الآراء من قبل الطرفين في ظل هذا التفاوت الفاحش في التمثيل، ولا يمكن أن يكون الإصرار على هذا التفاوت خالياً من أغراض مبيتة. وإلا لكان الأولى لإظهار المخطط لمشروع الحوار
لمشروع الحوار لإظهار المخطط لمشروع الحوار موضوعيته وعدالته وحسن نيته، أن يساوي بين طرفي الحوار في العدد ولا يصير بصورة مكشوفة إلى هذا التفاوت المفضوح المؤثر سلباً على قيمة الحوار. وكيف تستهدف السلطة ومن معها في الرأي حواراً ينأى بالسياسة عن مقياس الموالاة والطائفية، وهي تطرح مشروع حوار من تصميم هذا المقياس نفسه؟ نفس تصميم الحوار هو قائم على مقياس، المقياس مقياس الموالاة والطائفية. مشروع الحوار مصمم هذا التصميم. وكيف تستهدف السلطة ومن معها في الرأي حوارا ينأى بالسياسة عن مقياس الموالاة والطائفية، تطرح مشروع حوار من تصميم هذا المقياس نفسه، ولا يؤدي حسب التجانس بين المقدمة والنتيجة إلا إليه. عجب وألف عجب. نحن هنا نرفض مقياس الموالاة والمحاباة والعبودية للسلطة لأنه مقياس ظالم. ونحن هنا نرفض مقياس الطائفية حتى في صورته غير الجائرة، لأنه يقسم الوطن ويجر إلى البغضاء بين أخوة الدين والأرض الواحدة، ويثير روح الخصام ويعطي للسلطة أن تلعب على الوتر الطائفي. نحن هذا الوطن من بيعه، أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيعه، أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيعه. نحن لا نرشح إلا مقياس الكفاءة والأمانة والمواطنة، ولا يفوت الناظر ما أقدمت عليه الحكومة من إعلان. هذا انتهى. ثم ولا يفوت الناظر ما أقدمت عليه الحكومة من إعلان فصل الأطباء في أجواء دعوتها للحوار تعطيرا لهذه الأجواء وتقديما لوجبة مشهية للحوار وتطيبا لخواطر المواطنين وفتحا لباب التفاؤل بنتائج طيبة مترتبة عليه وإبداء لحسن النية. وحق لهؤلاء الأطباء أن يفصلوا من وظائفهم جزاء إحسانهم بمشاركتهم في التخفيف عن الجرحى وإنقاذ المواطنين المعرضين للهلاك. الجزاء إخوتي الأطباء، أعزائي الأطباء عند الله سبحانه. وإن شعبكم عليه ألا ينسى جميلكم الثابت الكبير ومعاناتكم من أجله.